ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا أميرة، شكرا ليلى، وتتابعونا معنا أبرز الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. ذكرت وزارة الكهرباء أنه من المستهدف استثمار 100 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 و2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية. وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 68 من خطة العام المالي حتى الآن، منوهة بأنه لمجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام التداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقي لمستوى 1.33 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16,002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة. في أسواق البترول العالمية، انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 7 أو 9% في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، وارتفعت العقود الآجلة لخامبرنت 59% إلى 78 دولارا و43 سنتا للبرميل، وفي حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69% إلى 73 دولارا و53 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3 دولارات و3 سنتات للتر، وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.6% لتسجل 3 دولارات و8 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض بعد أن بث محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برسائل تميل لتجديد السياسة النقدية. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى أميرة وليلى. شكرا لك محمد.